الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان بخير، وأن يجعله سبباً من أسباب رفعة درجاتنا ومغفرة ذنوبنا ورضا ربنا جل وعلا عنا. وبعد، كنا ابتدأنا في مجلسين سابقين بتفسير آيات من سورة التوبة، وفي هذا اليوم المجلس الثالث من مجالسنا في تفسير هذه السورة العظيمة، تفسير سورة التوبة. فلعلنا أن نقرأ الآيات التي نريد أن نشرحها، ونسأل الله أن يعيننا على فهمها. فليتفضل القارئ بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآيات آيات عظيمة فيها اختبار وابتلاء لأهل الإيمان بحيث يعرفون من أنفسهم مدى استجابتهم لرب العزة والجلال ومدى قبولهم لما يرد عن الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات علامات يتميز بها أهل الإيمان من غيرهم. من تلك العلامات الصبر عند الابتلاء، ومن تلك العلامات تقديم محبوب الله على رغبات النفوس، فمن كان يصبر عند الابتلاء فهذا دليل إيمانه، ومن كان يقدم محبوب الله على رغبات نفسه فهذا دليل على إيمانه. وهكذا من الأدلة على الإيمان البذل، فمن كان باذلا كان هذا دليلا على ما لديه من الإيمان. وبحسب ما يبذله الإنسان، هل يبذل من روحه وهل يبذل من وقته وهل يبذل من ماله أو أنه يشح بذلك. فهذه ثلاث علامات عظيمة ينبغي بالإنسان أن يتمعن فيها وأن يسعى لتحقيق معانيها ليكون بذلك ممن حقق إيمانه. فقال تعالى: أم حسبتم، يعني لما ذكر الله جل وعلا أن بعض الناس قدم محبوب نفسه على أمر الله، حينئذ خاطبهم خطابا يذكرهم بحقيقة أمورهم، فهذا خطاب موجه لأهل الإيمان ومن دخل في ثناياهم. ويقول: أم حسبتم، أي هل ظننتم وتوهمتم أنكم ستدخلون في دين الله ثم بعد ذلك تتركون ولا تمتحنون ولا تختبرون؟ فإن الله قد جعل لكم أمورا تختبرون فيها. ولذا قال: أم حسبتم أن تتركوا، أي ألا يختبركم الله وألا يجري عليكم الابتلاء من أجل أن يفرق الله بين المؤمنين حقيقة وبين من يدعي الإيمان. ولذا قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فقوله لما يعلم، وذلك أن علم الله على نوعين: علم سابق للوقائع فلا يقع شيء إلا وقد علمه الله جل وعلا، وعلم آخر لاحق بعد الوقائع يترتب عليه الثواب والعقاب. ولذا جاء بلفظة لما التي هي لنفي الاستقبال، بخلاف لم التي هي نفي للماضي. قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي بذلوا من نفوسهم ودمائهم وأوقاتهم وسعوا في نشر دين الله جل وعلا، ولم يتخذوا أي لم يجعلوا لهم أصدقاء ولا أولياء يوالونهم ويوادونهم من دون الله جل وعلا ولا رسوله ولا المؤمنين. ثم قال: والله خبير بما تعملون، أي يعلم أسراركم وأفعالكم الخفية ويطلع عليها، بل يطلع على مقاصدكم ونياتكم. ولذا حذر الله جل وعلا أن يتخذ المؤمنون من الكافرين وليجة، أي أولياء يبينون لهم أسرار المسلمين ويوضحون لهم ما عليه حال أهل الإيمان، فإن هؤلاء إنما يريدون أن يستجروكم لتكونوا عونا لهم على باطلهم. وحينئذ يعلم المؤمن بأن الله جل وعلا عليم به، مطلع عليه، هل يوالي المؤمنين أو يخادن الكافرين والمنافقين ويتخذهم وليجة. ثم ذكر الله جل وعلا عمارة المساجد، وذلك أنه وقعت مناظرة بين أهل الإسلام وغيرهم، قيل من المنافقين وقيل من المشركين وقيل من المسلمين، فقال قائلهم: هؤلاء عمروا المسجد الحرام، وهؤلاء هم أهله، وهم يرتبون أحواله، وهم يسقون الحجيج. وحينئذ بين الله جل وعلا أن المشركين لا يعمرون المسجد الحرام، فإن العمارة الحقيقية هي بجعل هذا البيت محلا لطاعة الله وتوحيده وعبادته. أما من جعل البيت محلا للشرك وموطنا للأصنام تعبد من دون الله كما فعلت قريش، فهؤلاء لم يعمروا المسجد، وإنما جعلوه بخلاف المقصود منه. ولذا قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فهم بشركهم يزيلون الوظيفة الأساسية للمساجد، وبالتالي فإنهم لا يعمرون المساجد عمارة حقيقية. وقوله هنا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فيها بيان أن المساجد منسوبة إلى الله جل وعلا، ولذلك لابد أن تفرد لله، فيسجد لله جل وعلا لا لأحد سواه، ولذا قال مساجد الله. وكيف وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر فيصرفون شيئا من العبادات لغير الله من أصنامهم
وطواغيتهم، وهم يكذبون نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن العباس عيره المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم، وأغلظ عليه علي في القول، أغلظ عليهم علي رضي الله عنه في القول، فقال: ما بالكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ إننا لنعمر المسجد الحرام ونسقي الحجيج ونفك العاني. فقيل له: إن فعلكم هذا ليس عمارة للمسجد الحرام ولا لبيوت الله، وإنما هو إقامة للشرك واستعمال للبيت في غير ما صنع له، فإن أول بيت وضع للناس يعبدون الله به للذي ببكة. ولذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله، أي الذي يعتبر قد عمر مساجد الله من كان مؤمناً يستعمل هذه المساجد في طاعة الله جل وعلا، لا في الشرك وصرف العبادات لغير الله. ولذا قال: إنما يعمر، أي يجعل هذه المساجد مليئة بالطاعة ومحققة لهدف بنيانها، هو ذلكم المؤمن الذي آمن بالله وآمن باليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فهؤلاء الذين وجدت عندهم هذه الصفات هم الذين عمروا المساجد حقيقة، لأنهم استعملوا المساجد فيما تبنى له من عبودية الله وحده. ولذا كان من جعل المساجد محلاً للشرك يعد قد هدمها ولا يعد قد عمرها، ولو زينها بالفرش ونورها بالكهرباء ونحو ذلك. فعمارة المساجد بالصلاة لله فيها، بالاعتكاف، بقراءة القرآن، بإقامة دروس العلم، بالتقاء أهل الإيمان بعضهم مع بعض. ومن هنا نعلم أن هذه هي العمارة الحقيقية، وأهل العلم يسمونها العمارة المعنوية. ومن صفات هؤلاء أنهم لا يعبدون أحدا سوى الله، ولا يخشون أحدا إلا الله جل وعلا. فهؤلاء هم أهل الهداية، وهم أهل الاستقامة، وهم الفائزون دنيا وآخرة. وثم قال: أجعلتم سقاية الحجيج، أي إعطاء الحجيج ما يحتاجون إليه من المشروبات من المياه وغيرها، وعمارة المسجد الحرام يعني بإقامة البنيان وتزيين هذه المساجد، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فهؤلاء الذين اتصفوا بالإيمان بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله لا يساوون ولا يماثلون من أدى، من قام بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ولذا قال: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين جاروا في حكمهم فقدموا من يستحق التأخير. وفي هذا بيان أن المشركين وما يؤدونه من أعمال لا يوازي أعمال المؤمنين الموحدين
الذين يخلصون في عبادتهم لله جل وعلا. ثم أقام الموازنة فقال: الذين آمنوا، أي صدقوا بالله وصدقوا باليوم الآخر واستعدوا لذلكم اليوم العظيم بعبادة الله وحده، وهاجروا، أي انتقلوا من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وانتقلوا من المعصية إلى الطاعة، وجاهدوا في سبيل الله، أي بذلوا من أموالهم وأوقاتهم ودمائهم في سبيل نصرة دين الله جل وعلا. فهؤلاء أعظم درجة، أي لهم الأجر العظيم ولهم المرتبة العليا ولهم المكان الرفيع عند رب العزة والجلال، فلهم الكرامة التامة. وأولئك، يعني هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات إيمانا وهجرة وجهادا، هم الفائزون الذين يفوزون برضا الله وينالون أجره وثوابه وتكون لهم النجاة. ومن هنا تفضل الله على عباده هؤلاء بأن قدم لهم البشارة وسر نفوسهم بالخبر الطيب بأنهم سيلاقون في آخرتهم مستقبلا باهرا وحياة سعيدة في جنان الخلد. ولذا قال: يبشرهم ربهم، وذكرهم هنا بصفة الربوبية التي تمدهم بصنوف النعم في الدنيا. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، فيرحمهم الله ويرضى عنهم ويعطيهم الجنات العظيمة التي لهم فيها نعيم مقيم، أي خير عظيم دائم لا ينقطع أبد الآباد. وأكد ذلك، فقوله مقيم يعني الخلود، ثم أكد ذلك بقوله: خالدين فيها، ثم أكده تأكيدا ثالثا فقال: أبدا، أي لا يخرجون من الجنة أبد الآباد. إن الله عنده أجر عظيم، أي ثواب جزيل وجزاء كبير لمن قدم محبوب الله على محبوب نفسه. ثم وجه الخطاب لأهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فهؤلاء المسلمون هاجروا تاركين آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم، وبعضهم قد ترك زوجته وعياله يريد ما عند الله جل وعلا. وبالتالي كان من شأن هؤلاء أن تكون لهم المنزلة العالية. وفي مقابلة هؤلاء من قدم مراعاة قرابته في الشرك والبقاء عندهم مع ترك شيء من شعائر دينه، وحينئذ منع الله المؤمنين من أن يتخذوا ويجعلوا آباءهم وإخوانهم أولياء، أي يوالونهم موالاة تمنعهم من الالتزام بدينهم وتصدهم عن الاستجابة لأوامر ربهم وطاعته جل وعلا. ولذا وصفهم بقوله:
إن استحبوا الكفر على الإيمان. وثم قال: ومن يتولهم منكم، أي من يتخذ هؤلاء الآباء والإخوان حين محبتهم للكفر وسعيهم في جعل قرابتهم على الكفر مع صدهم عن سبيل الله، من تولاهم حينئذ فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم يعدلوا لكونهم قد جعلوا الموالاة بدل أن تكون لله ولرسوله وللمؤمنين جعلوها لقراباتهم الكافرين الذين يصدونهم عن دين الله جل وعلا. ثم جاءت الآية العظيمة الشديدة التي تأمر الإنسان بتقديم طاعة ربه ومولاه على شهوات نفسه وهواه، فقال: قل إن كان آباؤكم، إن للشرطية أي إذا كان الأمر كذلك فانتظروا نزول العقوبة. ما هو الأمر؟ قال: إن كان آباؤكم، سواء آباء الصلب أو الأجداد، وأبناؤكم وأزواجكم يعني الزوجات، وعشيرتكم أي القرابات على تنوع هؤلاء القرابة، وأموال اقترفتموها يعني أموال اكتسبتموها بجهد وتعب ومشقة، وبالتالي تقدمون رعاية هذا المال على تنفيذ أمر الله جل وعلا. وهكذا إذا كان عندكم تجارات وبيع وشراء وبضائع معدة للبيع تخشون كسادها، أي عدم قبول الناس على شرائها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها أي بيوت عظيمة فيها من أنواع الفرش وأنواع النعيم الشيء الكثير، أحب إليكم من الله ورسوله، يعني إذا كانت هذه الأشياء مقدمة عندكم على أمر الله وعلى رضاه جل وعلا وجهاد في سبيله، أي بذل لأموالكم ودمائكم في سبيل الله، فحينئذ يأتيكم الوعيد فيقال لكم: تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي انتظروا حتى تصل إليكم عقوبة الله جل وعلا، والتي قد تكون عاجلة وقد تكون مؤجلة لحكم يراها جل وعلا. ثم قال: والله لا يهدي، أي لا يوفق لطريق الحق ولا يرشد الفاسقين الذين تركوا الإيمان والطاعة وتوجهوا إلى ما يقابلهما، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أن من قدم هذه المحبوبات على أمر الله فلا يأمنن من نزول العقوبة به، سواء كانت عاجلة أو آجلة. فهذه آيات عظيمة فيها أن الإنسان لا ينبغي أن يجري الظنون على ما في نفسه من تخوفات، وإنما عليه أن يسير على مقتضى شرع الله، والله يخلف الظنون والله يقلب النتائج سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن من سنة الله في العباد أن يبتليهم وأن يختبرهم،
ليرى هل يبقون على إيمانهم أو لا، فمرة يختبرهم بأن يعرض لهم الفواحش من أجل أن يرى هل يمسكون أنفسهم أو لا، ومرة يعرض لهم الأموال الطائلة من أجل أن يختبرهم هل تذل نفوسهم وينقادوا لأهل الدنيا ويتركوا أمر الله أو لا، وكذلك يختبرهم بمقارنة حالهم هل يبذلون من أموالهم في سبيل الله، هل يبذلون من نفوسهم ودمائهم في سبيل الله، هل يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله، وحينئذ لن يترك الله المؤمنين حتى يختبرهم هل هم على إيمان صحيح أو أنهم مجرد متظاهرين بذلك. وفي هذه الآيات فضيلة الجهاد في سبيل الله وعظم الأجر المرتب لأصحابه، ويلاحظ في هذا أنه لا بد أن يكون الجهاد مرتبطاً بالشروط الشرعية له، فإن القتال الذي لا يتقيد بشروط الشرع في الجهاد لا يكون قتالاً شرعياً وجهاداً إيمانياً، كمن صلى بغير وضوء أو إلى غير القبلة فلم يراعي شروط الصلاة فإنه لا تصح صلاته. وفي هذه الآيات التحذير من اتخاذ الكافرين أولياء يواليهم الإنسان ويسكن إليهم ويطلعهم على أسرار أهل الإيمان. وفي هذه الآيات بيان أن العمارة الحقيقية للمساجد هي العمارة المعنوية بالصلاة فيها وأداء الطاعات والعبادات فيها. وفي هذه الآيات أن من أقام مسجدا ليكون محلا للشرك بصرف شيء من العبادة لغير الله فهذا ليس بمسجد ولا تترتب عليه أحكام المساجد، إنما المساجد ما بني لله جل وعلا. ولذا إذا بني مسجد على قبر أمر بهد ذلك المسجد لأن الحق هنا لذلك القبر. وفي هذه الآيات من الفوائد أن المساجد بيوت الله، أن المساجد بيوت الله وبالتالي ليست محلا ولا حكرا لأحد من الناس. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن من شهد على نفسه بالكفر والشرك لم يكن له أن يعمر مساجد الله ولا يقبل منه أن يعمرها سواء كانت عمارة حسية أو عمارة معنوية. وفي هذه الآيات أن الكفر والشرك محبطة للأعمال ومن أسباب خلود الإنسان في نار جهنم. وفي هذه الآيات الترغيب في عمارة المساجد التي تكون لله سواء كانت عمارة حسية ببنائها أو كانت عمارة معنوية بأداء العبادات فيها، فإن المسجد الذي لا يصلى فيه لم يعمر حقيقة، والمسجد الذي لا يطاع الله فيه لم يحقق ما يقصد من المساجد بإقامة دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات المقارنة بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فهما منطلق لغيرهما من مسائل الإيمان. وفي هذه الآيات
ترغيب أهل الإيمان بالإكثار من الصلوات وإيجاب دفع الزكاة عليهم. وفي هذه الآيات أيضا وجوب أن تكون الخشية من الله وحده، فلا يجوز أن يخشى أحد سواها. ويكمل إيمان العبد بأن يجعل خوفه كله لله، فيخاف من الله جل وعلا ولا يخاف أحدا سواه. وفي هذه الآيات أن من جمع هذه الصفات وهي الخشية من الله والإيمان بالله واليوم الآخر وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة فإنه يعد من المهتدين. وفي هذه الآيات أن الجهاد في سبيل الله أعظم أجراً من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. وفي هذه الآيات فضل عمارة المسجد الحرام حيث قارنها بالعمل الجليل العظيم. وفي هذه الآيات من الفوائد أن العباد لا تستوي منازلهم وأنهم يتفاوتون في منازلهم بناء على ما يؤدونه من الأعمال. وفي الآيات تحريم الظلم بصرف الحقوق عن أصحابها، وفي هذا أن وضع المساجد لغير عبادة الله نوع من أنواع الظلم. وفي هذه الآيات الترغيب في الجهاد بالمال والنفس. وفي هذه الآيات عظم أجر من كان يجاهد في سبيل الله، كما قال: أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. وفي هذه الآيات استحباب أن ينقل الإنسان الأخبار السارة لإخوانه المؤمنين، فإن الله قد بشر هؤلاء المجاهدين، ولذا قيل بأن التبشير بالخير من الأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ: بشرا ولا تنفرا. وفي هذه الآيات من الفوائد بيان أن أجر الله أعظم، وأن عنده من الجزاء ما لا يكون لأحد من عباده. وفي هذه الآيات تحريم اتخاذ المشركين من الآباء والإخوان أولياء. وفي هذه الآيات التذكير بأن الباقي على الشرك باق على دين مضاد لدين الإسلام، وبالتالي فإنه لن يخلو من معارضة أهل الإسلام. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا الحذر من أن يدخل الإنسان من حيث لا يشعر في أعمال المشركين. وفي هذه الآيات وجوب تقديم أمر الله على محبوبات النفس، سواء كانت مالية أو كانت معنوية أو كانت سلامة مما لا يرغب فيه. وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من طاعة أبويه أو أبنائه أو إخوانه أو أزواجهم أو عشيرتهم في معصية الله جل وعلا، فيجب على الإنسان أن يقدم محبوب الله وما أمر به على محبوب نفسه. وفي هذه الآيات
من الفوائد أن الأموال الكثيرة التي تعب الإنسان في تحصيلها وجمعها ينبغي ألا تكون أحب عند العبد من استجلاب رضا الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن التجارات جواز التجارة وجواز بذل المال فيها وأنه لا حرج فيها. وفي هذه الآيات ترغيب الإنسان في تشغيل تجارته لئلا يصيبها الكساد. وفي هذه الآيات تحذير من قدم محبوب نفسه على مراد الله جل وعلا فلا يؤمن عليه أن تنزل به العقوبة في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات التحذير من الفسق بالخروج من الطاعة إلى المعصية، وعلى الإنسان أن يلتزم بطاعة الله جل وعلا. فهذه آيات عظيمة ذكرها الله جل وعلا في ثنايا هذه السورة، سورة التوبة. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. أصلح الله أحوال المسلمين وردهم إلى دينه الرد الحميد، ووفق ولاة أمرهم للخير والهدى، وجزى ولاة أهل هذه البلاد خيرا، وأورثهم صلاحا، وأعقبهم تقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.